وأكد القسم أن هذا الحصار هو ما صاحبه من ممارسات ذات توجه طائفي صريح أثر على حياة الناس ومصادر كسبهم ووظائفهم، وأعاق حصول المرضى على العلاج ومراجعة المشافي، فضلاً عن كبت حرياتهم ومصادرة حقوقهم الحياتية والإنسانية المنصوص عليها شرعاً وقانوناً. ولفتت هيئة علماء المسلمين الانتباه إلى أن هذه ليست المرة الأولى على مدى الأشهر القليلة الماضية التي تتعرض له مناطق الحزام الشمالي للعاصمة بغداد لهذا النوع من الممارسات المقصودة والممنهجة، مبينة أن القوات الحكومية ومعها ميليشيات الحشد الشعبي سبق أن فرضت حصارات متلاحقة تحت حجج وذرائع واهية لا وجود لأسبابها على أرض الواقع تتصدرها فرية محاربة الإرهاب التي توجه طائفيا بشكل صريح ومعلن.